طيب احنا بما اننا اتكلمنا عن اللحوم احنا بنتكلم ايضا كمان عن الامن الغذائي، والامن الغذائي عندنا احنا فيه يعني الحقيقه في جزء مهم جدا لسد هذه الفجوه الغذائيه وهو الاستزراع السمكي وايضا توسيع نطاق الانتاج السمكي عندنا في مصر. احنا عندنا الحقيقه ثروات مهوله ممكن احنا نحقق منها ناتج وفير جدا من الاسماك، وعلشان كده عندنا في مؤتمر اللي هو المؤتمر الاول للاستزراع السمكي، ده مصر بتستضيف هذا المؤتمر الاول من نوعه بعد توقيع اتفاقيه مع الجمعيه الدوليه للاستزراع السمكي، وده ان شاء الله هيكون في 2020. يعني هذا المؤتمر كان طبعا بحضور الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانيه والداجنه والسمكيه وايضا رئيس هذه الجمعيه، فطبعا كاميرا الحصاد كانت موجوده هناك، ويعني الحقيقه رصدت يعني هذا التعاون وهذا التوقيع لهذه الاتفاقيه وهذا المؤتمر للاستزراع السمكي. نشوف مشاهدينا الكرام ونعود إليكم مرة أخرى، وبنذكركم بأن الفقرة الأولانية عندنا هتكون عن أول مهرجان لعسل النحل، ده هيكون إن شاء الله بعد عودتنا مباشرة بعد التقرير. نشوف التقرير وبعد كده نرجع لحضراتكم مرة أخرى. تعد مصر هي رائدة في عملية الاستزراع السمكي في أفريقيا، وتبلغ كمية الأسماك المنتجة من المزارع السمكية بالقارة السمراء حوالي 2 مليون طن، تسهم مصر بحوالي 1.5 مليون طن منها، وتنظم مصر المؤتمر الدولي الأول للاستزراع السمكي في أفريقيا في نوفمبر عام 2020 بعدما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للثروة السمكية والجمعية الدولية للاستزراع السمكي، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. بنشجع جدا زيادة التنمية في قطاع الاستزراع السمكي، لأن هو الاستزراع السمكي هو اللي بيدي العائد الأكبر، وبالتالي هنا لازم نقول هو ده على مستوى العالم المصايد الطبيعية لها حد ما تقدرش تزيد عنه، لكن في الاستزراع تقدر تتوسع، وبالتالي هذا المؤتمر إن شاء الله اللي بنستضيفه في مصر 2020 نوفمبر 2020، وده كمان في ميزة كبيرة جدا ان فخامة السيد الرئيس الجمهورية هو يرأس الاتحاد الافريقي في هذا الوقت، وبالتالي هو دعم كبير وعلاقات طيبة ما بيننا وما بين إخواننا في أفريقيا. هذا التعاون بيبقى فيه فرصة للشركات العارضة المصرية إن هي تقدم منتجاتها، ويكون فيه تعاون ما بينها وبين الدول الأفريقية عشان سلسلة القيمة المضافة بالنسبة للمنتج المصري، سواء في مجال الأعلاف أو الأسماك أو نقل الخبرات ما بين الدول الأفريقية وبعضها في هذا المجال. بنعقد المؤتمر كل 4 سنين. اخترنا مصر لأهميتها في الاستزراع السمك على مستوى العالم، لأن مصر بتنتج بلطي من أهم البلاد المنتجة للبلطي، والبوتنشال أو في فرص تنمية أكثر لقطاع الاستزراع السمكي في مصر، عشان كده اخترنا مصر. الاستزراع السمكي من المصادر الطبيعية التي عرفها المصري القديم منذ فجر التاريخ، وتعتبر الأسماك من الموارد الطبيعية الغنية بالبروتين والتي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لسكان القارة، خاصة مع الزيادة المتوقعة للسكان. هو الاستزراع السمكي مهم لأفريقيا للتحقيق الأمن الغذائي، وخصوصا عرفنا أن عندنا ضغط على المصايد الطبيعية في البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات الداخلية، وبالتالي هي الفرصة الواعدة عندنا في قطاع الاستزراع السمكي. والاستزراع السمكي مهم للتنمية المستدامة وخلق فرص عمل، فده ليه أهمية خاصة لأفريقيا. أول مؤتمر يعملوه مع المكون الأفريقي هو موجود في مصر، ده دلالة على أهمية مصر في الاستزراع السمكي وفي نشاط الاستزراع السمكي، لأن مصر بتاخد ريادة في الاستزراع السمكي. حاليا الاستهلاك للفرد على القارة الأفريقية بالنسبة لمصر في حدود 18-19 كيلو سمك في السنة، بالنسبة للمتوسط العام للقارة الأفريقية نص كيلو فقط، فطبعا ده رقم فقير جدا، لكن الدول الأفريقية من الواضح حتى خطط للاستزراع المائي، وأنا واثق جدا أنها هتستفاد من تجربة مصر سواء بالإيجابيات أو السلبيات، عشان لو في حاجة اتعملت خطأ ما نقررهاش تاني.
في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تسعى بالتعاون مع دول القارة السمراء لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة، خاصة في مجال الاستزراع السمكية، وسيتم من خلال نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية ومن خلال انعقاد المؤتمر الدولي الأول للاستزراع السمكي والذي سيعقد بالإسكندرية في نوفمبر عام 2020. أحمد سعيد، مصر الزراعية.